رسالة شكر وجهها النادي الأهلي النهاردة لنادي ليفربول الإنجليزي بعد المشهد الرائع اللي شفناه من خلال نجمنا المصري العالمي محمد صلاح مع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا. هقرأ لحضراتكم بسرعة الخبر. الأهلي يشكر نادي ليفربول والنجم الكبير محمد صلاح. أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى نادي ليفربول الانجليزي يهنئه وجماهيره بالفوز بكأس الاتحاد الانجليزي، واكد النادي في خطابه على عظيم شكره وامتنانه وجماهيره على اللفتة الرائعة التي قام بها لاعبو ليفربول وعلى رأسهم ابن مصر محمد صلاح اثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الاهلي ومصر مؤمن زكريا. تلك اللحظة التي لمست القلوب وعكست عراقة النادي الانجليزي وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذي يفخر جميع المصريين بالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر الذي يحققه مع ناديه في كل البطولات. وجدد النادي شكره لكل منظومة نادي ليفربول إدارة ومدربين وجماهير، وخاص بالشكر النجم الكبير محمد صلاح وتمنى لهم التوفيق. يعني خطاب شكر من النادي الأهلي كان يعني لابد منه في الحقيقة، ولفتة كانت أكثر من رائعة سواء من محمد صلاح أو حتى نجوم ليفربول في غرفة خلع ملابس ليفربول بعد الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، والاحتفال الكبير والصاخب مع نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا. أولا لازم نشكر محمد صلاح كل الشكر، نجمنا المصري اللي بنحبه ونتمنى له يا رب كل التوفيق. وانا على المستوى الشخصي بحب ريال مدريد جدا، بس اتمنى ان ليفربول تكسب ريال مدريد في نهائي الشامبيونز ليج عشان خاطر محمد صلاح. ولازم نوجه كل الشكر لليفربول كلاعبين اكيد ساهموا في هذا الاحتفال وجبروا بخاطر مؤمن زكريا. والرساله الاخيره اللي احنا حابين نقولها هي مش رساله بل هي دعوات لنجمنا المصري الكبير مؤمن زكريا ان هو يرجع بالسلامه باذن الله للملاعب. لو عندك